البرلمان صدقوا على هاد الزيادة للرفع ديال الدعم الجزئي على الغاز البيطاني. فالبرلمانية احترامين تم انتخابهم من طرف المواطنين اللي سمت ليهم في هذه المؤسسة. فبالطبيعة أن نقدر نقولوا بأن اللي وافق على هذه الزيادة هو المواطن بصفة غير مباشرة. انتخبتي ناس اللي صوتوا على هذه الزيادة، إذا علاش غدا لا تتهضر؟ تكلم في الوقت فاش كان النقاش، الوقت ملي كان المناقشة ديال الميزانية ديال 2024 آنذاك كان الباب مفتوح للنقاش. حاليا الحكومة الحالية تطبق الميزانية ديال 2024 اللي صوت عليها البرلمان بعد ما دير. فبالطبع بان حدا من الناحيه القانونيه، من الناحيه الانتخابيه، من ناحيه دور المستهلك، دور المواطن في اختيار الناس اللي تيمثلهم.